الشكل الجديد من HRV 2023 نتكلم بالتحديد عن فئة الفول كامل بشكل سريع. نبدأ تقييم السيارة ونتكلم عن تفاصيلها ومواصفاتها بشكل سريع. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيه عن السيارة المميزة من العلامة اليابانية، أصغر سيارة كروس أوفر بأسطول سيارات هوندا HRV 2023 الشكل الجديد. طبعا مثل ما أنتم لاحظين تغير جذري على مستوى التصميم الداخلي والخارجي. بشكل سريع نتكلم عن تفاصيله ومواصفاته. قبل ما نتكلم عن أسعار السيارات وتفاصيله، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يتابعنا على السوشيال ميديا بشكل عام موقع التواصل الاجتماعي بخانة الوصف موجود كل الروابط، بالإضافة اللي حاب يعرف تفاصيل أكثر عن السيارة في أول رابط بخانة الوصف تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل. وين سعر السيارة بالنسبة لفئة الفول كامل ب 113,000 ريال، وهذه تفاصيله. وصوروا الشاشة. نجي للواجهة الأمامية ونتكلم عن السيارة طبعا بشكل سريع، عشان عندي باقي فئة النص فول وعندي كمان فئة الفول كامل من الزد آر في، هذه كلها ما صورتها فودي أن أخلصها بشكل سريع. مثل ما أنتم لاحظين أول حاجة في الواجهة الأمامية شعار هوندا منتصف الشبكة الأمامي، الشبكة الأمامي جاي باللون الأسود عليه إطار، طبعا جاي بشكل إطار بشكل كامل من اللون البيانو بلاك، بالإضافة للجزء العلوي جاي كروم بشكل كامل. لا ننسى حتى الجزء السفلي جاي شريط من الكروم بشكل جميل كتصميم رياضي على السيارة متعدد استخدامات ككروس أوفر. وهنا الجزء الجانبي طبعا السيارة عليها كت رياضي بشكل كامل، حتى الحواف جاية هنا باللون الأسود حماية للسيارة بشكل سريع. هنا المرايات طبعا مدمجة بالأبواب تعطيك انسيابية أكثر، غير كذا فيها إشارات انعطاف، والسيارة فيها دخول ذكي وسقف بانوراما. مثل ما أنتم لاحظين السيارة جميلة بالمواصفات والمزايا اللي عليها. مقاس الجنط بجميع الفئات نتكلم عن 17 إنش على 60 على 215. وهنا طبعا فتح الشنطة البعض يقول انه يمكن تصميم غريب، فمن الحاجات الجميلة اللي موجودة على هوندا HRV. وهنا الجزء الخلفي طبعا حساسات خلفية اكيد موجودة عليها، وهنا كاميرا خلفية ومساحات موجودة، بالاضافة لي الجناح الخلفي والزعنفة اللي موجودة بالخلف، إضاءات LED بشكل كامل. وهذه السيارة، فاللي حاب يعرف تفاصيل أكثر مثل ما ذكرنا بخانة الوصف راح نترك لكم تفاصيلها بشكل كامل. إذا جينا للمحرك والقلب النابض فبنتكلم ما شاء الله عن محرك تنفس طبيعي، محرك تنفس طبيعي، والحين نستعرض لكم إياه ونتكلم عن تفاصيل القلب النابض بشكل كامل. فتحنا غطى التانكي، على ذكر غطى التانكي اللي يعرف سعة خزان الوقود يكتب لنا في التعليقات. معدل تقريبا اتكلم عن 45 لتر تقريبا بالسيارة خزان الوقود. وهنا المحرك، نتكلم عن محرك 4 اسطوانات دفع امامي 1500 سي سي تنفس طبيعي الاحصنة، نتكلم عن 119 حصان، والعزم نتكلم عن 145 نيوتن مرتبط بناقل حركة CVT. وهنا إمكانيات السيارة بشكل كامل كمحرك بالسيارة، فهذه هي الإمكانيات الحالي. ما علينا نكمل وندخل للتجهيزات الداخلية، لكن قبل ما ندخل للتجهيزات الداخلية خلونا نشوف استهلاك البنزين. 18.4 كيلو لكل لتر بنزين، تقييم ممتاز، بنزين 91 دفع أمام 2023 ناقل حركة CVT. مقابض داخلية كروم، بيانو بلاك بشكل كامل، حاملة أكواب موجودة هنا، سماعات مثبت لمرتبة الأطفال أو الأيزوفيكس، تكاية بالوسط، فتحة تكييف بالخلف، بالإضافة ليه هنا سقف البانوراما مثل ما انتم لاحظين بشكل كامل. طبعا الجدير بالذكر انه سقف البانوراما هنا ما ينفتح اكيد، لكن اللي يفتح معنا الستارة الداخلية. خلونا نشوف الحين، وهذه المساحة الخلفية فيها بشكل كامل، مساحة تخزين موجودة هنا، وهذه السبنة، اضاءات داخلية اكيد LED بشكل كامل، هذه كاميرا خلفية، شعار هوندا باللون الأسود، وهذه هي الداخلية، هنا السقف،
طبعا بامكانك تطوي المرتبه بكل بساطه، طبعا مثل ما انتم ملاحظين نطويها بكل بساطه. وهنا من ناحيه السائق الامامي او الراكب الامامي قمنا نلخبط. فخلونا نستعجل، كل ما تاخرت ترى كل ما لخبط عليكم في العبارات، فخلونا نستعجل واشوف باقي التفاصيل. طبعا هنا الدرج ما فيه لا شمواه ولا فيه قماش، درج بلاستيك بشكل كامل، وهذا الجزء طبعا كله ما شاء الله جلد طبعا بشكل بسيط، وهنا كله جلد ما شاء الله. وهنا طبعا مثل ما انتم ملاحظين خط من الكروم حتى المقابض من البيانو البلاك. فالمواد المستخدمه بالسياره ممتازه، يعني لدرجه كويسه يعني ممتازه نوعا ما. فكل حاجه في السياره اشوفها ما شاء الله تتفوق على اللي قبلها او على اللي بعدها. ندخل داخليه السياره ونشوف من ناحيه السائق الامامي، وهذه السياره مثل ما انتم ملاحظين اوتو للسائق والراكب الامامي. باقي النوافذ العاديه، طيب المرايات الجانبيه اكيد خلونا نقفلها او نفتحها بهذه الطريقه بضغط الزر، وهذه مساحه تخزين. تحكم بالمرتبه يدوي بالنسبه للسائق والراكب، وهنا التراكشن، وبالاضافه لحساسات، ولا ننسى التحكم بالاناره، وهنا مثبت السرعه وباقي الانظمه. خلونا ندخل داخل السياره ونشوفها مع بعض. وهنا تشغيل السيارة، أول حاجة نشوفه بالبصمة، نرفع الدركسون عشان نعرف نجلس ونتكلم بكل أريحية. أيوه كذا تمام. نجي أول حاجة لهنا، تلاحظون التحكم بالإنارة هنا، وهنا الدركسون مكسو بالجلد فيها إرباقات. هنا طبعا التحكم بالميديا والرد على المكالمات والبلوتوث، بالإضافة لتغيير الميديا، وهنا مثبت السرعة، حفاظ على المسار، وهنا الشاشة طبعا تدعم جميع الخصائص مثل ما شفنا بالتصوير الماضي. هنا بريك الكتروني، اوتو هولد، نزول من الانحدارات، ايكو، بالاضافه لي مساحه تخزين. هنا منفذ يو اس بي للشحن، وهذه مساحه تخزين. طبعا اتوقعت البارح انه بفات الفولت كامل هذه المساحات تكون فيها شاحن لاسلكي، لكن للاسف مني وصلت لفات الفولت كامل حتى هذه طبعا ما فيها، لانه البارح انا مصور فات الستاندر بشكل كامل، واليوم بصور لكم في تفصيل كامل. فهذه تفاصيلها بشكل سريع. بالنهاية أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. هنا الشمسات فيها مرايات للسائق وللراكب. فبالنهاية أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، وبإذن الله راح نصورها لكم بشكل كامل. في أمان الله.